The velocity field is given by v equals 2xyi minus y squared j. The magnitude of the acceleration at minus 1 و2 is nearest. مديني 4 قيم. احنا عايزين نجيب الاكسلريشن، هيبقى u اشتقاق ال v بالنسبة للإكس، v اشتقاق ال v بالنسبة للواي، w مع ان مفيش كومبوننت بالنسبة للزي، زائد اشتقاق ال v بالنسبة للزمن، هيساوي ال u اللي هي 2xy اشتقاق السرعة بالنسبة للإكس 2yi زائد 0j، ال v اللي هي ماينس y تربيع اشتقاق السرعة بالنسبة للواي هيبقى 2xi 2yj، طبعا وده 0 والاشتقاق ده زيرو لأنه مفيش تي عندنا. نصفي 2xy تربيع i، وهنا 2 في 2 ب4، وهنا 2xy تربيع i وبلس 2y تكعيب j، 4 ناقص 2 2xy تربيع i 2y تكعيب j، 2 الاكس بماينس 1 الواي باتنين تربيع تكعيب j، ماينس 8i 16j متر بير سكند. هو عايز ماجنتيود، يبقى كل ده كان فيكتور، يبقى الـ A كماجنتيود بيساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات الكومبوننتس 64 و256 17 8 9 متر بير سكند. الإجابة سي.